لعنة الله على أي زول بقدر بيتحداني. أنا بتحداك، بتحداك وبتحدى الشفات اللي وراك كلهم. يا مستعمل يا مجرم، تعال رجال براك، راجل قابل راجل، حديد لاقى حديد، تحداني تعالينا يا مستعمل. شيخ برصيصة سجم أمك داية تشيلك وصاقعة أمك. دي الرغية، دي الرغية بتاع الشيخ بشرى، دي الرغية سجم أمك. شوف رسالة للناس كله، شعب السوداني، الزول ده ما تخلي مرتك ولا أختك تطلع تمشي له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا زي بشرى، ده كاهن، كاهن، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بشرى ده حكايته حكاية طويلة، خلاص عمل حلقات في سوق ستة هنا الحاج يوسف، بيعمل الصباح طبعا، بيخلي الرجال يطلع يمشي الشغل وبيلم النسوين بتاعنهم في الميدان البيجاي. زول زول مجرم ومحتال، عمل فيها بقرة للنسوين والميدان كله نسوين، والنسوين دول كلهم تابعين له في الطريقة بتاعته وفي الإجرام بتاعه. قبل كده، قبل فترة، قال إنه جبريل عليه السلام جنزل هنا في الحاج يوسف سوق ستة بجاي، نزل قال للشيخ ده، هو بيحكي عن نفسه براه، قال جبريل، الملك جبريل نزل للشيخ بشرى عبد المؤمن، والنسوين بقني زغرة، أي أي زغرة. وقبل كده قال أنا جاي من البيت للحلقة، قال الملائكة اعترضوا لي وطاروا في السماء فوق، قال حاجات حمر كثيرة، قال وقالوا دايرين يصوروها يرفعوها اليوتيوب. آخر تقليعة قلعها المستهبل بشرى التقليعة دي، طلع له عمل حلقة هنا وصوروها براه رفعوها في اليوتيوب، موجودة الآن. والله زول ده قال كلام، أنا في ظني لو زول شرب 11 سيجارة بانجو وجمسك المايك مع البشرة ده ما بيقوى دجال قدر بشرة ده. 11 بانجو هتسمع الكلام، والكلام موثق موجود. واحد بدأ قال في واحد سعودي قال في الفيسبوك، كتب انه في شيخ اسمه بشرى في السودان، قال كل العالم معاه، مع شيخ بشرى، العالم كله، كل العالم. في واحد معلق في الفيس وسعودي قال انا متابع حلقه شيخ بشرى دي لي سنتين، العالم كله واقف مع شيخ بشرى. هسه ده كذب ولا ما كذب؟ كذب ولا ما كذب؟ نحن ما معك، نحن القاعدين هنا ديل ما معك، وعارفين انك اكبر مستهبل وكذاب ودجال، وحيجيك الكلام. انت ما تقول لي ليه بتنبذه، انت اسمع الكلام اللي قاله الزول ده، قال كلام غريب هتسمعه بعد شويه، انتظر. اها، قال كتب السعودي قال الا السودان، قال كل العالم مع شيخ بشرى الا السودانيين هم ضد شيخ بشرى وبلعنوا فيه، قال وانا بلعن فيهم في السودانيين لشيخ بشرى. قال الا السودانيين بس كلهم عن بكرة عبيهم ضد شيخ بشرى، ضد حلقات شيخ بشرى، بلعنوا شيخ بشرى وشيخ بشرى بلعن فيهم. قال انا بلعن السلفية الجهادية وبلعن الوهابية وبلعن الصوفية، بلعن السلفية الجهادية وبلعن الوهابية وبلعن الصوفية. أول حاجة يا جماعة، وقفة مع كثرة اللعن عند شيخ بشرى، في حلقته دي لعن قريب 30 مرة، ألعن فلان وألعن السلفيين وألعن شنو وألعن شنو. اللعن حرام كما في معنى الحديث الصحيح،
إنه الإنسان إذا لعن إنسان صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء ثم تنزل إلى الأرض اللعنة وتذهب إلى من لعن، فإن كان يستحقها وقعت عليه، واللعن هو الطرد من رحمة الله، لأن الإنسان ما بيدخل الجنة إلا بعد رحمة الله. فلما نقول لك ده فلان ربنا لعنه يعني طرد من الجنة، لأنه ما بتدخل الجنة إلا بعد رحمة الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن كان كما قال يعني يستحق اللعن، وإلا رجعت اللعنة على شنو؟ على القائل. فكونك تلعن الناس الأحياء ده ما بيجوز، أما لعن الكافر الذي مات على الكفر ده جائز، أما لعن الكافر ذاته حي ما بيجوز، ولعن المسلم حي أو ميت ما بيجوز. وده ذول جاهل ما بيعرف الأحكام دي، بشرى بتاع شنو يا أخي؟ ذول بيقرأ القرآن أي آية بيقرأها غلط. قال لتفسدن في الأرض مرتين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض. أنت لقاك لتفسدن دي لقيتك قبل كده؟ ده هنا والنساوين بيرددا وراه الآيات. لكن الكثرة بتاعت اللعن بتاع الشيخ بشرى دي استفاد من النساوين الكتار اللاميهم ديل، لأنه هو في ظني تخصص نساء وتوليد، استفاد منهم ليه؟ لأن العلماء قالوا كثرة المساس تميت الإحساس. يا أخي ده قال للنساوين ادوني زغروتة لله، والله قال لهم ادوني زغروتة لله، زغروتة لله. انت لقاك زول شفت ومجرم زي ده؟ مجرم شفت. فالأصل زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، قال يا معشر النساء النساوين تصدقن من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بما؟ نحن أكثر أهل النار يا رسول الله. قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فشيخ بشرى لأنه قاعد محشور دو النساوين عشان كده استفاد كثير من صفاتهم السيئة. تبا لك يا شيخ بشرى. بعد ذلك قال بلعن السلفية الجهادية. ما في حاجة اسمه سلفية جهادية. اللي بيسموها السلفية جهادية دي سرورية تكفيريين، يهم زي ناس داعش وتنظيم القاعدة، وأصلا في الشريعة اسمهم الخوارج. ديل ما سلفيين، ديل مبتدعة ضالين، اسمهم الخوارج. النبي عليه الصلاة والسلام قال الخوارج كلاب النار. فما في حاجة اسمها سلفية شنو؟ جهادية. في السلفية المنهج السلفي، والسلف الذين ننتسب ونفتخر بالانتساب إليهم ونتمنى ونرجو من الله أن يوفقنا وإياكم جميعا على اقتفاء آثارهم والاقتداء بالسلف الصالح، هم الصحابة والتابعون للصحابة وتابعو التابعين للتابعين والصحابة، الثلاثة قرون المفضلة كما أفتى العلامة الفوزان. والثلاثة قرون المفضلة اللي هي السلف دي الفضلة منو؟ والقال ده الأحسن ناس منو؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرني يعني الصحابة، والذين يلونهم التابعين، والذين يلونهم تابع التابعين. فأنت لما تقول أنا سلفي يعني بتطبق منهج الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وهو أفضل هدى. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، لأن الثلاثة ديل شالوا منهجهم من الرسول عليه الصلاة والسلام تحت قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالسلفية ما حزب ولا هي نازلة انتخابات. قل لك حزب النور
السلفي المصري ده الأخوان مسلمين ده ما سلفي. طيب ليه قالوا سلفيين؟ دارين قروش من الخليج. دي حكايتها، دي خلاصة القصة، إنه في ناس بيكذب يقولوا نحن سلفيين وهم ما سلفيين. دي القصة كلها. السلفية منهج وليست حزبا سياسيا، منهج نزل من السماء اللي هو على الكتاب وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح. قال أنا بقول لك 10 من الحالات اللي عالجتها وهي من أصعب الحالات، ثم قال أنا عالجت في ميدان سكسيت الحاج يوسف أكثر من 3 مليون نفر. أنا بقول لك 10 من الحالات اللي عالجتها يعني أصعب حالات، والله أنا في هذا الميدان عالجت أكثر من 3 مليون نفر. الله أكبر. 3 مليون نفر. الله أكبر. 3 مليون. أول حاجة كونه زول يقول أنا بعالج، دي نقيف عنده، يعني أنا بشفي يعني، ده باطل وشرك بالله، لأنه الشفاء لا شفاء إلا شفاء الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحس أحد من أهل بيته وجعا في جسده وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الوجع ومسح قائلا اللهم رب الناس مذهب الباس أشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. لا شافي إلا من يا جماعة إلا الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشفي، لأنه ربنا قال وإذا مرضت، عن إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، البشفي الله. حتى ما النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يفعل السبب ويدعو ويرقي، لكن الشافي هو الله. شيخ بشرى قال أنا البعالي، يعني أنا البشفي، وقال عالجت يعني شفيت أكثر من 3 مليون نفر في سوق ستة هنا. يبقى ما في زول عيان تاني في السودان. أصل إذا شوفوا 3 مليون على يد شيخ بشرى الدجال المحتال، معناته ما في زول عيان في السودان تاني. وأنت قبيل يا كذاب، أنت قبيل ما قلت أنا بعادي السودانيين والسودانيين كلهم بيعادوني وأنا بلعنهم كلهم. قال إلا السودانيين بس كلهم عن بكرة عبيهم ضد شيخ بشرى، ضد حلقات شيخ بشرى، بيلعن شيخ بشرى وشيخ بشرى بيلعن فيهم. شنو شفت 3 مليون سوداني يا كذاب يا متناغد؟ امشي قدام. قال في واحدة اتعالجت و40 نفر عملوا لها السحر ماتوا واتجرسوا وشرطوا هدومهم. دي ما شاء الله اتعالجت وال40 نفر اللي عملوا لها السحر استحلفتكم بالله اسالوهم، ده كلام من الصحفيين. امشوا للناس اتكتبت الحصل شنو عموتهم، والله جثة وصراخ وكواريك والواحد بشرط ملابسه ويموت في نفس اللحظة. وفي واحدة تانية عالجتها انا، قال خالتها دكتورة بيطرية في عيلة كوكو تقريبا، قال هي اللي عملت لها السحر، عملته في ام ضو ومبان 10 دقائق، كانت عميانة العين فتحت والجسم كان مشلول فر قامت طوالي. لما قريت عليها خالتها شغالة دكتورة يعني في البيطرة حلة كوكو، هي اللي عملت لها السحر، عملته في ام ضو ومبان، البنت في نفس اللحظة 10 دقائق بس اليد فكت والرجل فكت والعيون فتحت. طيب أول حاجة الكلام ده فيه باطل. باطل شنو؟ الزول ده بيتكهن كاهن، وحيجيك قدام كهانة عجيبة، قال فلسطين هتتحرر بعد ساعات. هسه حيجيك الكلام. وعيسى بن مريم نازل بعد كم كله جاء. قالوا كونه يقول لفلانة إنه العمل لك السحر فلان أو فلانة وفي مضوم بان أو في وين ما عارف، ده ضرب من ضروب الكهانة وادعاء لعلم الغيب.
ثم إنه إشعال للفتن بين المسلمين. ما بيجوز يا جماعة، ما بيجوز تقعد تقول السحر عمل 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 لك فلان أو فلانة، لأنه ده بيعمل فتنة. ثم إنك ما بتعرف، وفي رغاة كتار حتى من أنصار السنة ذاته وناس الصافية فاتحين بيوت رغية، مركز الرضوان للعلاج بالقرآن واستخراج المس والعين والجهل، يافطة وسكرتيرة، وتلقاه بوديجن قاعد جوا، ومرات يكون ما في القبة ما فيها فكي، تلقاه مسجل لهم شريط كاسيت وعامل لهم سماعة زي دي، وعمك يتخارج مرقة في سوق ليبيا ويقرا لهم اخرج 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 بكلامه هو، اخرج 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 اخرج، اطلع بالاضان وما تطلع بالعين واطلع بالصباع الصغير، وقاعد في سوق ليبيا ناس مجارمة يا اخي، وجلسة خاصة يقول لك بمليون ومئتين. ما بيجوز تمشي للرغاة ديل، كان انصار سنة ولا صوفي كله ما بيجوز تمشي لهم. كده خلونا مع شيخ بشرى ده، فقال قال قلت لها عملتك السحر فلانة بنت خالتك ولا كذا، وداك ودي قال عالجتها، قال قلت لها عملك السحر 40 راجل وفي الموت اتجرسوا وماتوا كتلهم، يعني شيخ بشرى ده باطل يا ناس، لأنه ده تصديق لكلام الشيطان. هم يقول لك أنا قريت والشيطان قال لي، تصدق الشيطان؟ تصدقوا؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة عن الشيطان: أتدري من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة رضي الله عنه؟ قال: لا، الله ورسوله أعلم. قال: ذاك الشيطان صدقك في الحتة دي بس، وهو كذوب. يعني الأصل في الشيطان كذاب، والشيطان فتان. ربنا قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ما بيجوز تسمع كلام الشيطان، الشيطان فتان. يمشي واحد يرغلو الشيطان يتكلم يقول لك السحر ده عملته فلانة ضرته أو جارته بجاي بالغرب أو بتخالته أو واحدة مطلقة، يمشي طوال يا خنقوة كتلوة يعملوا مشاكل. ده الشغل الشغال بشرى الدجال الليلة، فتن بين المسلمين، وده لا يجوز يا جماعة. ربنا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أصحاب جهنم. فكيف تصدق كلامه وهو عدو لك؟ وكيف تسمع كلامه وتطيعه وهو عدو لك؟ فده شغل بتاع دجل، وإن دل إنما يدل على الجهل المركب بتاع الدجال اللي اسمه بشرى عبد المؤمن ده، ومال اليوتيوب واحدين بصوروا له والناس هاوين زغرة، ومعه واحد كده محتال محتال يجي يمسك المايك يقول شيخنا بشرى، النساوين شيخنا بشرى، يقول هو ما صوفي، النساوين يقولوا ما صوفي ولا وهابي ولا وهابي، اها والدبرك يعني ولا شنو؟ النساوين يقولوا وراه ولا وهابي والله براه والبينفع وهم كده، والله براه والبيد الضر، صح ربنا سبحانه وتعالى والبينفع وبيده النفع وبيده الضر. لكن ثم ماذا بعد هذا؟ ده اسمه فرشة. بعد ذاك بيجي شيخ بشرى زول دجال، اسمع الكلام كله. قال شنو بعد ذاك شيخ بشرى؟ قال انا الوهابية ضدي والحكومة ضدي، نسأل الله الحكومة تكون ضدك وتنجمك، نحن اصلا ضدك، نسأل الله الحكومة تكون ضدك وتنجمك يا مجرم. طيب بعد ذاك قال رسالة إلى ترامب، ده طبعا جابه كبيرة خالص هنا من سوق ستة، ده يرسل رسالة لشنو؟ ترامب. يا بشرى انت عارف ترامب ده ما انت ذاتك زول مجرم، وعقيدتك عقيدة فاسدة وعقيدة شركية، لو كنت موحد ما كان بقول لك الكلام ده. شفت كيف؟ بصبع كرعه الصغير ممكن يدوس زر يرسل لك من هناك سويريخ صغير يفرتقك انت والنساوين المعاة يا مستهبل. قال رسالة إلى ترامب من سوق ستة الحاج يوسف، اها شنو؟ قال اقسم بالله اقسم بالله، زي والله زي ده، انا بقول لك كلامه بالنص، وماسك المصحف شايل المصحف كده، النساوين قاعدين يقول له صادق صادق، حكامات شغالين معه. قال اقسم بالله اقسم بالله، اها بعد ذاك تحرير فلسطين يا ترامب باقي لها ساعات بس.
والله دي رسالة خاصة لترامب. أنا بقول لترامب والله تحرير فلسطين أقسم بالله فاضل لها ساعات بس. والمقطع مرفوع له شهور، اتحررت فلسطين؟ له شهور مرفوع. الآن فلسطين اتحررت ولا اليهود قاعدين؟ قاعدين وحاكمنا. عشان تشوف الزول ده كذاب ولا ما كذاب؟ كذاب ومحتال. قال تحرير فلسطين بعد ساعات. قال وقائد القوات اللي حتحرر فلسطين هو جبريل عليه السلام. وقائد المعارك هو جبريل عليه السلام. والقائد الأعلى، القائد الأعلى هو الله. ده ما فات بل الغائب ذاته؟ كلهم دجالين ومحتالين يا أخي، وده كذب يا ناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والصحابة ربنا أمرنا باتباعهم وهم أصدق ناس بعد الأنبياء. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمتبوع هم أولئك لأنهم صادقين ولأنهم لهم من الفضائل. لكن ده رجل كذاب ما بيستحضر له الحلقة، لا في سوق ستة لا في النت، ولا بيجوز تشجعه، ولا بيجوز تيجي تحضر، لأنه ده زول كاهن. كونه يقول تحرير فلسطين بعد ساعات دي كهانة ولا ما كهانة؟ والغائد حيكون جبريل، ده ادعاء لعلم الغيب ودي كهانة. وربنا عز وجل قال قل لا يعلم من في السماوات الملائكة بما فيهم جبريل عليه السلام، والأرض الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء والبشر والجن. ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب ما بيعلموا أهل السماء الملائكة، ولا يعلموا أهل الأرض حتى فيهم الرسل والصالحين، إلا الله اللي بيعلم الغيب، إلا الله. وما يشعرون أيان يبعثون. ربنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قل للناس إنك ما بتعلم الغيب، ولو كنت بتعلم الغيب كان استكثرت من الخير وما مساك السوء. الآية شنو؟ ربنا قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل يا محمد قل للناس لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف البشر وأشرف الخلق ما يعلم الغيب، يجي المستهبل تاع سوق ستة ده بشرى يجي يقول أعلم الغيب وفلسطين تحريرها بعد ساعات؟ قال ساعات ولا يوم ولا يومين ولا أسبوع، ساعات. والغايد هنا جبريل قال طيب، قال والمهدي المنتظر فاضل له شهور بسيطة ويظهر. وقال أنا جندي من جنود المهدي وأنا جندي من جنود عيسى بن مريم. والمهدي المنتظر فاضل له شهور بسيطة. والله إني لناصر المنصور صاحب الخرطوم وصاحب المهدي المنتظر، وأنا جندي في عساكر سيدنا عيسى. ده هنا انت قال وين؟ الكلام ده بيجاي والنساوين زغرت الليو، وللأسف في وحدات منغبات، وده ما النغاب الأصلي حق السلفيين، ده شغل تايوان كله مزيف، ده ما صحيح. ليه؟ لأنه ده مع الدجال ده قاعدين يشجعوه، وده كاهن يتكهن بالغيب. قال شيخ الإسلام والكاهن هو الذي يخبر عما في الضمير أو يخبر عن المستقبل. تحرير فلسطين بعد ساعات، وعيسى بن مريم بعد شهور، والمهدي المنتظر بعد شهور، وعيسى بن مريم قال بعد 7 سنوات، والمهدي قال بعد شهور. والله يدعي على القسم عيسى ينزل من السماء فاضل له 7 سنوات. دي كهانة وادعاء لعلم الغيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا، زي بشرى ده كاهن كاهن، من أتى كاهنا أو عرافا
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا ده بيمشي يسمع للكاهن ويصدق كلامه، قال ده كافر اللي بيمشي ويصدق بس، فما بالك بالكاهن ذاته حيكون كيف. أما اللي بيمشي للكاهن أو العراف وما يصدقه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء، مشيت الحلقة بتاعته دي وسألته بالسؤال وما صدقته، قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، واللي بيصدق ويكفر ده حكم المسألة دي كده. طيب قال ورفع المصحف كده قال والله، طبعا حلقومه كبير خلاص، والله قال اها في شنو، يدي على القسم اها في شنو، عيسى نازل من السماء فاضل له 7 سنوات، قال لهم يا نسوان زغروت لله، قال زغروت لله. وده برضه يدخل فيه ادعاء علم الغيب والكهانه، زي موضوع بل الغائب ده، الدجال اللي بيجيبوه كل مره بجريده الدار والاخمين انه في التلفزيون عمته قدر الضربه، ده ادعاء لعلم الغيب كذب. وانا بعيني دي حامسك شنو ما بعرفه، ده شغل كفر يا ناس، كفر بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من سحر او سحر له او تكهن او تكهن له، ومن اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذاك الزغروته دي حرام طبعا، حرام تزغري الساق قدام شيخ بشرى حرام. ليه؟ لان ذا جماعة من الخضوع، وكما قال علماؤنا يحصل به الفتنه بين الرجال والنساء، فكونه كمان مش يقول لهم زغرته لله، ده فيه استخفاف واستهزاء بالله سبحانه وتعالى من هذا الرجل المجرم. وربنا سبحانه وتعالى قال عن المستهزئين بالله أو رسوله أو آياته، قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد ذلك قال أنا قال درس الرسالة لكارتر ولأوباما وكلينتون، ده هسه في 2018 الكلام ده، وديك فاتوا زمان، فاتوا زمان، أما ده ما متابع ذاته. أها بعد ده قال أقسم بالله يا ترامب، قال يا قوات أولى في السودان وآخرة في فلسطين، قال وأنا حديك البيان بالعمل، أقسم بالله يا قوات أولى في السودان ونهايتها فلسطين. ده كله كلام فارغ. قال يا سعوديين ويا قطريين ويا صبيانين انتظروا النصر من المكان ده، هنا سوق 6 الحاج يوسف. والله يا سعوديين ويا قطريين ويا صبيانيين انتظروا النصر المبين في هذه الأيام ومن هذا المكان. النصر جاي للسعودية والظبيانيين ناس أبو ظبي وغطر. قال اللهم إن كذبت في الكلام ده أعمي بصري، اللهم إن كذبت أعمي بصري. قولوا آمين آمين، الله يعمي بصرك ويشلك ويكسرك. شوف رسالة للناس كله، شعب السوداني، الزول ده ما تخلي مرتك ولا أختك تطلع تمشي له، حتى الرغية اللي بيعملها دي رغية بتاع الشياطين، بحرف فيها القرآن، القرآن كلام الله نزل من السماء، الزول ده بحرف. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريغا ظلما وإلحاد. وطبعا الصوفية في كثير من كتبهم والرغية بتاعتهم بيقصدوا يحرفوا القرآن. ليه؟ لأنه تحريف القرآن كفر، والشيطان ما بيستحوذ على الفقي ذاته الصوفي إلا بعد ما يكفر له بالله، بعد ذلك بيشتغل مع الشيطان. وربنا ذكر الكلام ده في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وربنا سبحانه وتعالى قال
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. العلماء قالوا بناء على الآية دي من سورة البقرة الآية الطويلة إنه الساحر الشيطان ما بيشتغل أو هو بيشتغل مع الشيطان إلا إذا كفر بالله، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلازم يكفر. عشان كده بيقوم بحرف القرآن، يا كتبوا في الحجاب، الحجاب كتبوا بدم الحيط، أو كتبوا في البخرة بالقلبة القرآن، أو جابوا قرآن آية وحذفوا منها حروف أو كلمات، أو زادوا فيها كلمات فحرفوا كلام الله، وتحريف القرآن كفر. فالرجل ده بيحرف القرآن أثناء الرغية وما بيزول حاسب الكلام ده، وما قال ده قرآن ذاته، وده تحريف رقم اثنين. قال لهم، قال للنسوان يلا تعالوا نقرأ قصيدة. قال عليك الله، نسمع القصيدة دي قال الشنو، نسمع القصيدة قال الشنو، وما في زول يقرأ بس أسمع. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريغا ظلما وإلحاد، دعاة على أبواب جهنم، النخباء النجباء أبدال وأوتاد. هم جايين انك ترغي لهم تقرا لهم قصيده؟ اها، القصيده فيها شنو؟ جاب جزء من الايه دي من سوره التوبه ودخ حشر فيها كلام من راسه ومشى طوالي، ما في زول حس بها اظن من النسوان دي. فشغل بتاع تحريف ليه؟ لاستحضار الشيطان، لاستحضار الشيطان والجن. احذروا الناس يا ناس، احذروهم. بعد ذاك في الرغية ذاتها، شوف بعد شغل الشياطين، قال شيخ برصيصه يا خازوق تبين راسك بدون طيوب، شكلك زي كديس مفلوق حمار مفلوق، يا هاروت يا ماروت يا غنماج والسوق، شيخ برصيصة سجم أمك. شيخ برصيصة يا خازوق تبين راسك بدون طيوب، شكلك زي كديس مفلوق كلب ميت حمار مفلوق، يا هاروت يا ماروت يا صعلوق يا غنماية جوا السوق. شيخ برصيصة سجم أمك، داية تشيلك وصاقعة تخمك. دي الرغية، دي الرغية بتاع الشيخ بشرى، دي الرغية سجم أمك، دي الرغية بتاع الشيخ منى يا جماعة، شيخ بشرى. وكلام كثير جدا، قال لعنة الله على أي زول يقدر يتحداني، لعنة الله على أي زول يقدر يتحداني. لو قدرت اتحديتني انا بتحداك، بتحداك وبتحدى الشفات اللي وراك كلهم، بس النسوين دول ما تجيبوا لنا. يا اخي سايق لك 500 مره وراك يا اخي، هو مستشفى النساء والتوليد ما فيها 500 مره، يا مستعمل يا مجرم. تعال رجال براك، راجل قابل راجل، حديد لاقى حديد، تحداني تعال هنا يا مستعمل. انت ما شفت ذاك؟ ذاك ما جاء، ذاك اسخش هنا. بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى انتهى منه بفضل الله عز وجل. تعال جرب. طيب يغش في النساوين وقاعد. اخر حاجه قال: انتظروا الامطار والسيول والاعاصير، اجاياكم الايام دي، انا السم الاكبر من الوهابيه والاكبر من الصوفيه. انتظروا الامطار والسيول والاعاصير، اجاياكم اليومين دي، وانا السم الاكبر من الصوفيه والسم الاكبر من الوهابيه والسم الاكبر من الشياطين. قال انتظروا الامطار والسيول والاعاصير جاياكم، هذا كله يدخل في ادعاء علم الغيب الذي هو كفر بالله عز وجل. وكونه يشتم الصوفيه ده ما معناته كويس يا جماعه، لانه دي بقت وهمات، وهمه عرفتها؟ زول يقول لك صوفيه كعبين، لكن تلقى اكبر صوفي كتار زي ديل. واحد يقول لك الاخوان المسلمين كعبين، تلقى اكبر شنو؟ اخواني زي الرضواني بتاع مصر ذاك بتاع قناه البصيره. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه.